برحب بحضراتكم مره ثانيه. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على استعدادات النادي الاهلي للموسم الجديد، واكيد كلنا دايما الجزء الاستقرار ده جزء مهم جدا لفريق الكوره وكل الالعاب طبعا الموجوده داخل النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي دائما بتبقى ممكن تبقى في مشاكل، بعض المشاكل، لكن تروس بتبقى شغاله، فرقه الكوره شغاله، فرقه الطايره شغاله، السله شغاله، ما بيبقاش في يعني في عمليه الفصل دي. طبعا احنا زي ما بقول لكم احنا الفتره اللي فاتت كان في وجود تصويت على اللائحه الخاصه، لائحه النظام الاساسي الخاصه للنادي الاهلي، واقرها يعني اعضاء الجمعيه العموميه بعدد كبير جدا، زي ما بقول لكم تقريبا 15,000 عضو اشترك في هذه اللائحه، وتقريبا 15 ايضا الا حاجات بسيطه هم اللي وافقوا على هذه اللائحه. فبالتالي يعني اعضاء الجمعيه العموميه بشكل كبير وافقوا على لائحه النظام الاساسي الخاصه بهم، وهو ده تقرير المصير بالنسبه للجمعيات العموميه. ولكن طبعا كما يعني الفتره اللي فاتت تعودنا من اللجنه الاولمبيه طبعا ببعض الاحاديث او بعض التصريحات الخاصه بهذه المشكله، ان طبعا ما زلنا بنتكلم على جزئيه اليومين، النادي الاهلي المفروض ما كانش يعمل على يومين، ان الجمعيه باطله بسبب هذه الاجراءات على مقرين، لا النادي الاهلي كان المفروض يعملها على مقر واحد. لكن طبعا النادي الاهلي بيشوف هو ما اصلح ليه للجمعيه العموميه، واعتقد الجمعيه العموميه قالت كلمتها في هذا الموضوع. لكن امبارح او اول امبارح او اثناء مباراه اوغندا والناس مشغوله في الاحداث كلها، اللجنه الاولمبيه طلعت تصريح او قالت ان هي بعتت جواب خاص بعدم اعتماد اللجنه الاولمبيه للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي هيشتغل باللائحه الاسترشاديه اللي هي الخاصه باللجنه الاولمبيه. كلام كتير في هذا الموضوع طبعا، وايه الفتره اللي جايه، ايه اللي المفروض هيحصل من خلال النادي الاهلي، وعمليه طبعا مش عايزين نقول تصعيد، ولكن النادي الاهلي هيخش بقى في شكل قانوني ما دام احنا بنتكلم في هذه الجزئيه. هيكون معانا طبعا زي ما قلت قبل الفاصل استاذ ابراهيم فكري المحامي الخاص للنادي الاهلي، وايضا استاذ وائل عوض عضو الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. استاذ ابراهيم فكري برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. منور يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك. اهلا بيك. ايضا استاذ وائل برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن فاروق. نور بيك. طيب في الاول خليني نتكلم، يعني لازم برضو نوضح للناس استاذ ابراهيم ليه النادي الاهلي عملها، عشان برضه نوضح تاني، احنا كنا وضحنا قبل كده بس عشان بعد هذا القرار وبعد هذا التصريح من اللجنه الاولمبيه وعدم اعتماد لائحه النظام الاساسي، لازم نوضح للناس ليه النادي الاهلي عملها على يومين وليه عملها على مقرين. هي المساله اصلا في مجلس اداره للنادي الاهلي، لازم الناس تقتنع بده. تمام. ان في مجلس اداره للنادي الاهلي شغلته ليه عليه التزامات في قدام الاعضاء. بالظبط. اعضاء الجمعيه العموميه يعني عليه التزامات في اولها ان هو يعمل على راحة أعضاء الجمعية العمومية. الفكرة إن الجمعية العمومية نظرا لضيق الوقت في الفترة ما بين 1/6 ل 31/8 اللي هي الفترة اللي القانون مهلنا فيها إن احنا نضع فيها اللائحة، لائحة النظام الأساسي للنادي. هم 3 شهور المفروض فيهم إعداد اللائحة إعداد جيد، المفروض يتم فيها الدعوة للجمعية العمومية بانعقادها انعقاد خاص للتصويت على النظام الأساسي للائحة. مفترض إن 3 شهور دول يتم فيهم حاجات كتير قوي. فبالتالي كان في النهايه كان لازم يدخل علينا الايام الاوائل من ذي الحجه مع ايام الحر، مع ايام الصيام، مع الناس اللي مسافره بتصيف، مع عوامل كتيره قوي تداخلت في قلب بعضيها، مع زنقه الوقت، ومع مع كبرى عدد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اكبر الانديه اللي موجوده في مصر، ما كانش مع مراعاه ان احنا لو قلنا ان احنا نعمل الجمعيه العموميه زي ما كانوا هم عايزين في الجزيره تقريبا كانت حركه المركه تتشلت في مصر كلها لو قلنا ان في 15,000 جايين في النادي في 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 نادي في في, في النادي الاهلي في الجزيره وبعربياتهم. الحقيقه محمد في برنامجه عرض الجمعيه العموميه الخاصه بنادي الجزيره جنبنا. وكان الشكل عامل ازاي بالنسبه للمرور في اليوم ده؟ ده صعبه جدا. ده الشكل كان عامل كده، وعلى فكره وكان مسموح بالتصويت بالانابه. يعني كان مسموح بالتصويت بتوكيل، ومسموح بالتصويت للي بيصوت لوالده عيان، واللي يعني كان مسموح احنا ما كانش عندنا الكلام ده. يعني كان العضو بنفسه والتحقق من شخصيته لابد ان هو يخش يدلي بصوته. ما كانش عندنا كلام من ده، فكانت المساله بالنسبه لنا كانت تبقى يعني على الرغم ان التصويت كان بالانابه، انما الساعه 9:30 الصبح في حدود لو قلنا كان فيها حوالي 600 او 650 وصلوا تقريبا، كان الشارع اتقفل في نادي الجزيره. مع 650 فما بال حضرتك لو قلت في 15,000 جايين الجزيره في يوم واحد وفي توقيت واحد. تمام. مع كل العوامل الاخرى، فكان لازم المجلس الاداره يعمل على راحه اعضائه بانه يعملها في مقر واحد بمكانين. ودي مهمه جدا، ده جواب اللجنه الاولمبيه اللي موجود عندنا انه مقر واحد
بمكانين. ان مدينه قال له انت ليس لك فرع في الرد على نادي ده مخاطبات قديمه، انما ليك مقر واحد بمكانين. يعني اللجنه الاولمبيه بتقر ان مقر نادي النصر هو مقر، ده مقر زيه زي الجزيره، مقر زيه زي الجزيره. ومخاطبات الدنيا والاخره، ملفات مليانه كلام بهذا المعنى، ان في انما مقر مدينه نصر هو مقر الجزيره بقى النادي الاهلي، له مقر واحد بمكانين وجمعيه عموميه واحده. على يومين دي نتكلم فيها بقى لوحدها لما يجي المجال ليها يعني. طيب استاذ وائل، بعد يمكن التعب اللي تعبه الجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه وفي شمس وفي حر وشهر 8 وجودهم حاليا او وجودهم في التوقيت ده واقرار اللائحه، واكيد كلنا كنا سعداء ان الجمعيه العموميه بتقول كلامها وبتقرر مصيرها بشكل كبير وبتقرر لائحتها. بعد كلام من اللجنه الاولمبيه بان لا لن نعتمد هذه اللائحه ولن نعتمد وهنضرب بكلام الجمعيه العموميه بتاعت الاهلي عرض الحائط زي ما احنا بنتكلم، وضع الاعضاء اولا انا معلش اسمح لي النهارده انا يعني هبقى يعني في وجود استاذنا الاستاذ العفو يا فندم العفو سوف يعني هكون قليل الكلام في القانون ويعني اذا حضر الماء بطلت يعني. حضرتك زميل فاضل واهلا بيك ومتنور بارائك دايما وائل بيه. تعيش يا فندم ربنا يخليك. اللي انا اعرفه ان انا لما ابطل شيء او ابطل شيء لازم اقول انا ابطلته ليه. ابطلته ليه الى الان ما نسمعه هراء واستخفاف بالعقول، وساظل مصمم على هذه الكلمه استخفاف بالعقول. من بدايه هذا الامر الى هذه اللحظه، الى لحظه النشر في الجريده الرسميه لهذه اللائحه الاسترشاديه اللي واضح من المطلوب ان هي تفرض على جمعيه النادي الاهلي، يعني احنا انا بدات اشعر ان هي مطلوب ان هي تبقى هي لائحه النادي الاهلي. اللائحه الاسترشاديه. اللائحه الاسترشاديه. فاحنا من 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 هذه الفتره ما سمعناش اي سبب منطقي او قانوني يقبله العقل ويقبله المنطق يجعلنا نقول ان هذه الجمعيه باطله او هذا الاجتماع باطل. هذا الاجتماع باطل، انا اعرف ان اجتماع باطل بسبب واحد اتنين تلاتة. طيب هل وصل الى النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي ما يفيد وما يستند اليه ان هذا الاجتماع باطل عشان واحد اتنين تلاتة؟ انا اكاد اجزم ان 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 ما يعني مش لاقيين حاجة يقولوها. سمعت يعني والله اعلم ان هما بيقولوا المادة الرابعة. المادة الرابعة مالها المادة الرابعة؟ هي انا لو انت انا معايا بس انا سئمت التحدث. طب معلش انا يهمني برضو الماده الرابعه حضرتك لو انت محضرها نقولها. الماده الرابعه ما معناها بتقول يعني ان تعقد الهيئات الرياضيه اجتماعا خاصا. فطلع علينا السيد رئيس اللجنه الاولمبيه، ما حددتش بقى ايام، ما انا جاي لحضرتك. اوكي تمام. طلع علينا وهذا الكلام لو حضرتك يمكن ده ثالث لقاء ليا انا هنا في القناه. لو حضرتك جبت اول لقاء ليا هتلاقيني بقول نفس الكلام. فطلع علينا السيد الفاضل رئيس اللجنه الاولمبيه بتفسير ان اجتماعا خاصا والمفروض ان احنا يعني نقبل هذا الوصف يعني. يعني انا مش انا سئمت والله يا جماعه، رحمه بعقولنا، رحمه بان احنا ناس بتفهم والله وناس اهالينا صرفوا علينا يعني بنفهم ايه اجتماعا خاصا ده يوحي لايه؟ طب ما ممكن اجتماعا خاصا يقعد 3 4 5 ايام. ثانيا ممكن قبل ما اقطع اتفضل، مجلس اداره النادي الاهلي بيعقد اجتماع بيبقى فيه ملفات بيفضل الاجتماع قائم منعقد. مجلس الاداره بيفضل منعقد على يومين ثلاثه، يقول لك في حاله انعقاد دائم. صحيح. طيب جميل، ايه اللي في الماده الرابعه واستاذ ابراهيم اهو معايا برضو يشير الى قيد في الزمان والمكان. القيد الوحيد الزمني هو ان انت تتم كل العمليات سواء اختيار لائحتك او الانتخابات قبل 30 نوفمبر. هذا هو القيد اللي انا اعرفه. انما تاني بنقول ان المشرع لو اراد انه ينص صراحه على قيود كان نص عليها، ايه اللي هيمنعه؟ انما هو قال اجتماع خاص لانه بيترك الحريه للجمعيه العموميه في مكان انعقاده وفي زمان انعقاده. طيب
قبل ما تنشر، قبل ما يتم النشر، المفروض ان انت تخطر النادي الاهلي تقول له والله جمعيتك بطلة للاسباب 1 2 3 4. انت ما عملتش كده، انت نشرت على طول عشان تلحق تدفن القتيل اللي انت قتله. انت بتنشر وانت لم تخطر الشخص اللي هو يعني او مجلس الاداره ببطلان جمعيته ليه. دي فلوس طبعا، دي فلوس. فانت فالحقيقه انا شايف يعني مع الاسف هو الباشمهندس هشام حطب هو راجل طيب وبكن ليه كل الاحترام، واتظلم وبيدفع الى قرارات يعني بص هي يعني يدفع خلي بقى اللي يفهم يفهم، بيدفع الى قرارات متسرعه. وهو يعني انا بس عايز افهم، هل هو معتقد ان هو ان النادي الاهلي هيستسلم او هيسكت؟ يبقى هو طيب قوي. دي من ناحيه. ناحيتنا احنا بقى كاعضاء زايد، انت اعضاء جمعيه عموميه مش عايز اعضاء، لا ما انا ثواني يا فندم، لا هم انا تاني ما انا قلتها قبل كده، هم بيعتقد اللي بيقعد على كرسي مع الاسف انا ما اعرفش ليه بيعتقد ان هو اذكى خلق الله وان الباقي معوقين ما بيفهموش، دماغتهم فيها حاجه. هو دلوقتي حاطط نص بيمنعني من الجمعيه العموميه اللي هو النص الماده 8، واحنا معانا لغايه دلوقتي حكم بيفيد نهائي بيفيد ان احنا اعضاء جمعيه عموميه. والله الاداريه العليا بقى لغيته، هي وشانها، طالما حكم محكمه نحترمه. تمام. طيب انا وضعي ايه بالنسبه للجمعيه الجايه؟ بالنسبه للانتخابات؟ جمعيه الانتخابات. هو لو هو معتقد انه هيمنعني عنها يبقى واهم. يبقى واهم. ليه؟ لان انا حكمي ساري. حكمي ماشي. حكمي اتنفذ يا بيه، حكمي اتنفذ خلاص. فانت معتقد ان احنا يعني انت بهذه اللائحه هتطبق علينا اللي انتوا كل شويه ده يا فندم يا كابتن محمد، اقسم لك بالله انا ما بفتح قناه الا ما بلاقي حد يقول لك القانون فوق دماغنا، اللي اخرها امبارح الاحكام فوق دماغنا. فين ايه الشيزوفرينيا اللي احنا فيها دي؟ فين القانون وفين الاحكام وفين ده؟ انتوا اكتر ناس بتخالفوا القانون والاحكام. ولذلك نتيجه اعتماد الباشمهندس هشام حطب اللائحه الاسترشاديه، وسبق وقلنا ان احنا انظرناه مره قبل اللائحه، قبل وهو في اطار اعداد اللائحه وبعد اعداد اللائحه، واخترناه بعد كده ثلاث انذارات تم تجاهلها. انا بقى اعلن قدام حضرتك ان احنا كاعضاء زايد تقدمنا ببلاغ للسيد النائب العام النهارده في المهندس هشام حطب بصفته، وكل الاسئله اللي احنا نشفرقنا عشان يترد عليها ومحدش رد عليها، من اول اعاده الماده اللا مشروعه لغايه عدل في اللائحه الى 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 احنا النهارده كاعضاء زايد وكاعضاء النادي الاهلي، مش هقول زايد، كاعضاء النادي الاهلي تمام، تقدمنا ببلاغ للسيد معالي المستشار النائب العام في الباشمهندس هشام حطب بصفته رئيس اللجنه المصريه، اللجنه الاولمبيه المصريه. وكلمه هذا البلاغ دعوه مفتوحه لاي غيور من النادي الاهلي انه ينضم اليه. طيب يعني برضو استكمالا الكلام استاذ وائل، هل بنشوف ان في تربص من اللجنه الاولمبيه استاذ ابراهيم؟ يعني اكيد وانت بتتكلم واعضاء الجمعيه العموميه وهم بيتكلموا حاسين بالجزئيه التربص من اللجنه الاولمبيه، وعايز اعرف ايه الحاجه القانونيه اللي ممكن الخاصه باللجنه الاولمبيه اللي هي تبطل جمعيه الاهلي الخاصه طبعا بلائحه النظام الاساسي وابطالها؟ يعني هو على فكره هو لفظ الابطال لم يرد في اي لم يرد لفظ الابطال، تمام، بل ورد ما هو أسوأ منه واللي بيدلل. يعني انا جاي لحضرتك النهارده كابتن ومعايا الدليل الرسمي، اوراق رسميه بتدلل على التربص والكيد والنيل من النادي الاهلي بتعمد. يعني في تربص وكيد ونيل من النادي الاهلي بتعمد، وانا جايب لحضرتك اللي يدلل على ده
مش كلام احنا بنقوله كحمقة أهلوية مثلا ده. على ناديهم ولا ايه، لا الموضوع خرج بره الاطار ده، كمان بقى فيه له شكل تاني. التربص بالنادي الاهلي الحقيقه مش من اللجنه الاولمبيه بس، لا ده انا عايز اخد بكل الاجهزه المعنيه من اول الوزير نزولا للجهه الاداريه بمديريه شباب الرياضه لحد اللجنه الاولمبيه، كل ده لا في تربص وتربص وتربص بالنادي الاهلي. وكان معترض على ايه؟ في لائحتنا مش اليومين وبيقول عليهم مقرين. طب المقرين يا سيدي انت اللي قلت لي كلجنه اولمبيه انا بتعامل معاك بصفتك مش بشخصك، انا ما اعرفش، انا ما شفتكش زي ما انت ما شفتش النادي الاهلي كده وما شفتش جمعياته العموميه، انا كمان مش شايفك. انا مش شايفك، انت ما شفتش الجمعيه العموميه اللي انعقدت، ها، والناس اللي جات وكبار السن والعجزه اللي دخلوا على عصيان عشان يطلب اصواتهم وجم من مصر من جميع محافظات مصر من اقصاها الى اقصاها عشان يحطوا صوتهم في يوم حر وصيام طبعا. انت ما شفتش ده كله؟ لا يا عم احنا كمان ما احنا شايفينك. احنا مش شايفينك. وفي النهايه خالص ما قاليش حتى بطلان، يعمل باللائحه الاسترشاديه وقرار ما يستاهلش الورق يعني اللي حتى عليه. كلمه احترام للاعضاء الجمعيه العموميه اللي جم وتعبوا ما قول لي بطله. قول لي بطله. انا مش عايز ادخل الناس عشان انا واحنا بنتكلم في وسيله اعلاميه محترمه زي اللي احنا قاعدين فيها، انا مش عايز ادخل الناس في متاهات قانونيه تكاد تكون اكاديميه. تمام. عايز ابسط الامور قدر المستطاع. ابسط الامور الحاجه القانونيه الخاصه باللجنه الاولمبيه عشان الناس تقدر لحد ما لغايه دلوقتي مش عارفين بقى هو ابطلها ولا عمل ايه بالظبط. انا القانون اتكلمنا في اتكلم وائل بيه في الماده 4 ماشي، القانون عدلوا فيها اختصاصين ان هو يحط نموذج اللائحه الاسترشاديه. تمام. ده بالنسبه للجنه الاولمبيه، بالنسبه للجنه الاولمبيه الماده 4 من الدستور ادت الماده 4 من القانون انا اسف ان اللجنه الاولمبيه لها حق تحط اللجنه وتضع النصاب. وكان البدايه التعجيز للنادي الاهلي في النصاب بتاع 12,500. تمام. ده كان بدايه التعجيز. تمام. وهم عارفين يعني ايه جمعيه عموميه تجتمع ب 12,500، هم فاهمين دي كويس قوي. كانوا فاهمين دي كويس قوي. انا عشان اجمع النصاب ده في يوم واحد كان من ضرب من ضروب المستحيل. هو مش كتير، هو المساله مش عويصه على جمعيه عموميه للنادي الاهلي. مظبوط. ماشي، بس ان انا اجمعهم في يوم واحد ده اللي كان الصعب، ودي كان من ضمن دواعي اليومين. انا هو بيقول لي مقرر، لا يا سيدي انت قلت لي قبل كده مقرر واحد، انتهينا من المشكله دي. ده انا لو افترضت ان هي دي المشكله حقيقه، لا ده انت وافقت لنادي الزمالك في لائحته اهي والمنشوره في الوقائع المصريه في الماده 15 منها الانعقاد بغرض الانتخاب اللي هو اكتر حساسيه من الاجتماع الخاص، انه اجتمع على يومين. يومين لنادي الزمالك. في ترابط بالنادي الاهلي ولا مفيش يا كابتن؟ يومين. طيب بلاش كده. ده انت اتبعتت لك لائحه نادي الزمالك يوم 26. وادي جواباتها اهي معانا. اهي. اتبعتت لك لائحه نادي الزمالك يوم 26. تنشر في الوقائع المصريه يوم 29. دي لائحه اترجعت؟ اتشافت موافقه للقانون ولا لا؟ دي لائحة اتراجعت؟ ها؟ اللي انت بتستخدم المادة 3 ها؟ وبتقول اصل لائحة النادي الأهلي غير قانونية. طب لائحة النادي الأهلي الغير قانونية أنت رجعتها؟ طب افترض إن أنت رجعت لائحة النادي الأهلي، طب أنا الرد بتاعه على لائحة النادي الأهلي اللي حطيتها الجمعية العمومية لحد النهاردة ما جانيش. من يوم 28 بعتها له لحد النهاردة ما جانيش رد، بس بتاعت نادي الزمالك أهي في 48 ساعة كانت في الوقائع المصرية، علما بحاجة ان القواعد المعمول بيها داخل جريدتي الوقائع المصريه والجريده الرسميه ان الماده المراد نشرها لابد ان تسلم قبل موعد العمل بها ب 15 يوما على الاقل. تمام. 15 يوما. بس ايه؟ احنا لا بنعرف نشتم ولا بنعرف نقل ادبنا ولا بنعرف نزعق ولا بنعرف نعمل زي، احنا ناس مؤدبه. احنا ناس اتعلمنا الادب طبعا. وبالقانون. طبعا. تعالى يا اللي رفضت اليومين قول لي قبلتها في لائحه نادي الزمالك ازاي؟ في الماده 15. في الماده 15 رئيس اللجنه الاولمبيه. هيجي يقول لك لا ده قبلتها ازاي؟ هيجي يقول لك ده اجتماع بقى خلاص بعد ما احنا نفذنا الخاصه باللائحه الداخليه. الخاصه ده بالعكس، ده انت لو عندك قواعد عايز تعملها اوعى تعملها على الخاصه لان ما فيش سابقه تقدر تقيس عليها ولا هيبقى فيه تالي ليها بعدها. الخاصه دي خاصه. العرف نفسه بالنسبة للانتخابات هو يوم واحد. إن كان المبدأ مرفوض عندك إن كان المبدأ مبدأ اليومين مرفوض عندك فكان أولى ليك إنك أنت تعترض على لائحة نادي الزمالك، ما تعترضش على الاجتماع الخاص اللي القانون قال اجتماع خاص. طيب بلاش دي. هو إحنا رحنا عملناها من نفسنا؟ ده إحنا بعتناه له.
القواعد التي تراها اللجنه الاولمبيه قولوا لنا يعني، وكان ده مش في القانون بس يعني من باب ايه يعني حسن التعاون ما بين الهيئات والجهات والجهات وبعضيها. ابعتوا لنا قولوا لنا انتم شايفين ايه بالنسبه لانعقاد الجامعه العموميه، وده قبلها يا كابتن من قبلها، يترد علينا القواعد التي يراها مجلس الاداره. اعملوا القواعد التي يراها مجلس الاداره، يعني انت مالكش اعتراض على حاجه اهو، او راح حاطط لي كلمه دي جوابات رسميه. اه طبعا تمام. اه طبعا القواعد التي يراها مجلس الاداره او اعمال القواعد الاتيه. طب ايه يا عم القواعد الاتيه؟ قال لك تعمل لي صناديق شفافه، تعمل لي يبدا التصويت الساعه 9 الصبح ينتهي الساعه 7، ومحضر اجتماعي يوقع عليه رئيس اللجنه العامه. تمام. دي طب انا عملت ليه اكتر من كده؟ ده انا حطيت 2 اوضاع على كل صندوق. اشراف قضائي كامل. اشراف قضائي كامل ما حصلتش في جمعيه من الجمعيات. ومع ذلك اللي انت قلت عليه بالموده والحب مش بالقانون اتعمل؟ لا، وتزيدت عليه. وتزيدت عليه كمان. ويا ريت يقف الموضوع عند هذا الحد، ها؟ ويطلع بعد كده اصل جمعيه الاهلي غير قانونيه، ليه؟ اصلها على يومين ومقر. الله، طب ما هي الوقائع المصريه مش هتكذب. ونص لو ماده مقر تاني كان ممكن. ونص ماده عايز عايز 5 مقرات كانت عمل له. ونادي الزمالك لو كان عايز 5 مقرات كانت عمل له. لان مفيش حد متربص. والفكرة تربص بالنادي الاهلي. تمام. انا عايز الناس تفهم النقطه دي. اللي اترفض انا لايحتي لحد النهارده، لحد ما انا بتكلم مع حضرتك، لا جاني اعتراض عليها ولا جيت قال لي فيها بطلان، لان البطلان اصل البطلان نظام القانون. عشان ما دخلش الناس برضه في المتاهه يا كابتن. البطلان نظام القانون. انا عشان اقول الشيء ده باطل يبقى اتنص عليه اجرائيا في قانون. جميل. وده لم يحدث. وده لم يحدث. طيب انا هرجع لحضرتك وهقول او نتكلم في ما يخص النادي الاهلي قانونيا بقى، والاجراءات اللي هياخدها النادي الاهلي في الفتره القادمه، لان يهمنا طبعا نعرف ان نادينا رايح على فين. احنا هناخد اجراءاتنا زي النادي الاهلي، مش نادي قليل، وكيان كيان كبير ومؤسسه كبيره داخل الرياضه المصريه. استاذ وائل، خليني اكلمك على جزئيه الجمعيه العموميه برضو. نهايه الصراع بالنسبه للجمعيه العموميه شايفها ازاي؟ الصراع يعني من ناحيه ايه؟ يعني الجمعيه العموميه قالت صوتها، جمعيه عموميه كبيره شايفه ان زي ما بيقول او احنا بنتكلم وانت قلت ان في تربص للنادي الاهلي، وبما معناه تربص للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، انت صوتك يعتبر ماليش لازمه عندي. طبعا. طبعا. انتوا كلمتوا ان انتوا عملتوا محضر خاص او محضر في بصفه الوجود باشمهندس هشام حاتم. قدمنا ببلاغ. الوقوف نفسه بقى في الفتره القادمه مع النادي الاهلي، هل بمحضر فقط ولا او بمحاضر فقط، ولا ايه اللي ممكن كجمعيه عموميه او اعضاء جمعيه عموميه ممكن يفكروا فيه في المرحله القادمه؟ بص يا فندم، هو التحرك القانوني بالذات بيعزى الى مجلس الاداره اولا، وبيساند من الجمعيه العموميه للنادي. انما احنا بنتكلم في حته، يعني انا برضو عايز ابراهيم بيه برضو يشاركني فيها. اللجنه الاولمبيه المصريه اتصرفت من 1/6 الى 31/8 بصفه ايه؟ يعني انهي صفه هي اتحركت بيها؟ هل هي اللي كان مناط بيها ان هي تلعب هذا الدور؟ لا. وبرضو في حضور استاذنا. ليه؟ لان تاني وتالت ورابع الماده 7 من مواد اصدار القانون قالت ان احنا هنطبق اللوائح والقرارات الساريه اللي هي القديمه اللي هي 929 لسنه 2013. يبقى اذا انت غير انت اللي مين؟ مش احنا اللي مين؟ انت اللي مين يا عم؟ يا عم الحاج انت مين؟ هو انا مش عارف، ما انا قلت قبل كده، هو قانون ولا مش قانون؟ فوق دماغنا الاحكام ولا مش فوق دماغنا الاحكام؟ انا ما بقتش فاهم احنا ماشيين ازاي. يعني انت عايز تمشي قانون؟ امبارح سمعت دوله القانون. طب يا فندم، ما دوله القانون خلينا نعمل دوله القانون. هل انت اثناء منذ نشر القانون في 1/6 ل 31/8 هل انت مناط بيك القيام بهذه الادوار؟ ما انتش مناط بيك هذه الادوار. و لا تزيد على ما نصه المشرع ان انت تعمل اللائحه وان انت تحدد النصاب. انا بسال سؤال يمكن بساله لابراهيم بيه اهو، هل تعليمات اللجنه الاولمبيه تضمنت تحديد زمان ومكان وكلام من ده؟ اطلاقا.
يعني 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 انتوا 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 عايزين توصلوها لايه؟ صعبوها ليه؟ لا مش بتصعبوها، يعني انتوا بص يا بص يا كابتن محمد، طالما انا بستخف بعقليه اللي قدامي يبقى اقول بقى اللي انا عايزه وسمعنا ما فيه كفايه. طيب احنا انا بتكلم، هو برضو ابراهيم بيه اتكلم في حته مهمه جدا، النادي الاهلي مش قليل الادب، ما عندوش حته الصوت العالي، عنده احترام للقوانين والمبادئ وكل ما يخص كل حاجه محترمه في الدنيا دي كلها، فانت مش هتعرف تعمل غير الاجراءات القانونيه. بص يا كابتن محمد، سيدي وسيده قانون. احنا مش في دوله مؤسسات ودوله طبعا. قانون طبعا. ولا هي بتبقى على الدواء وقت ما نعوزها نبقى. طب انا هقول حاجه بسيطه جدا، يمكن ما اعرفش التصريح ده كان جه من يومين رئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المشكله، قال القانون هو اللي ياخد مجراه، وده مش معناه ان الموقف في اللجنه الاولمبيه صحيح او معناه ان النادي الاهلي موقفه صحيح حتى الان. يا فندم نحتكم لا لا نطلب، ولا بس الناس ما تاخدهاش في اتجاه، ما هو في ناس ممكن تاخدها في اتجاه. انا متفق مع حضرتك، بس احنا لا نطلب ولا نبتغي غير اعمال القانون، اعمال دوله القانون اللي بنتشدق بيها كل يوم. اعمال دوله القانون. احنا في, في, في كلامنا اللي احنا بنقوله، هل خالفنا القانون في حاجه؟ قول لنا احنا خالفنا القانون في ايه؟ طبعا انا يا فندم انا سالت سؤال او سالت اسئله كتير من اول اعاده الماده المعيبه اللي وصفتها المحكمه بانها ماده غير مشروعه، اعدتها ليه؟ ايه مصلحتك ان انت تعيدها؟ انا مش فاهم، يعني هل احنا بنسال اسئله صعبه ولا هي صعبه فعلا لعدم وجود ردود منطقيه عليها؟ اهدار مال عام اللي سمعناه من السيد الوزير و500 مليون ومش عارف ايه، يعني النادي الاهلي لكن لم يكن تعيد تاني بقى اشهاره من جديد وتعيد لا يعني انت اشهار مين؟ هتعيد اشهار مين؟ يعني انت 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 هل النادي الاهلي ده مش احد مؤسسات الدوله؟ وانا مع يعني افتكرت كلمه او يعني افتكرت حاجه، معلش، في بعض الشخوص الاعلاميه اللي عايزه تودي الموضوع في اتجاه معين يا ابراهيم بيه، وهو ان النادي الاهلي بيسير وبيسبح ضد الدوله، وان هو مش فوق القانون، وان هو كيان المفروض يعني يخضع. مين اللي بيخضع؟ مين اللي بيسبح ضد الدوله؟ هو انا لما انا رفعت على وزير الرياضه دعوه ابقى انا كده ضد الدوله؟ انت ماشي، انت عايز انت يعني توجه الموضوع لفين؟ انت حضرتك سالتني سؤال، قلت احنا دورنا ايه كاعضاء جمعيه عموميه؟ انا شخصيا اهو ابتديت كاعضاء زايد اللي انا بدعوهم وهم سامعيني، مش اعضاء زايد بس، كل غيور على هذا الكيان يطلع من قلبه لعبه الانتخابات اللي مع الاسف ورتني يعني صوره يعني محزنه للنادي في الايام اللي فاتت، يطلع من قلبه الانتخابات ويعرف ان الكيان هو مهدد، الكيان ده هو التهديد الحقيقي عليه، وينضموا لهذا البلاغ وهم يعرفوا يتواصلوا معايا يعني كويس قوي. هقف عند المرحله دي؟ لا، في من الاجراءات اللي ان شاء الله هتبقى يعني بامر الله هتبقى ذات يعني ذات تاثير ولن تقتصر على مصر هنا، بس انا مش هفصح عن كل حاجه. تمام. لن تقتصر على مصر. بالنسبه للجمعيه العموميه. بالنسبه للسيد رئيس اللجنه الاولمبيه اللي انا مش عارف يحاول يحترم عقولنا. يعرفنا هو الاجتماع اللي اتعمل ده اجتماع باطل ليه؟ اعتمدت اللائحه الاسترشاديه ليه؟ ولا طلب منك تنفيذ هذا الكلام؟ إذا كانت لنا إجابات يعني نبقى نتكلم، تاخد وتدي. أنا مش لاقي حاجة، مش لاقي وماشي أخد وأدي فيها. لذلك أنا قلت أنا أهو قانون وأهو الدنيا، أنا ما أنا مش لاقي حد يرد لي على الكلام ده. جميل. أستاذ إبراهيم، خليني أكلمك على الجزء القانوني بقى الخاص بالنادي الأهلي في المرحلة القادمة، وهل يعني طبعًا إحنا عندك حاجتي؟ الجزء الاولاني اللي انت لجنه فض المنازعات الخاصه باللجنه الاولمبيه المصريه او اللجوء الى
اللجنه الاولمبيه الدوليه او مجلس او بقى تخش قانونا وقضاء من خلال طبعا مجلس الدوله. مظبوط انا غلطان؟ خد حضرتك المفاجاه. اه اولا هو وفق نص القانون اللي كان دي مساله خلافيه ما بين القانونيين. هل انا لزاما عليا اللي جوه لمركز التسويه والتحكيم ولا ممكن ان انا الجا لقضاء القضيه الطبيعي اللي هو القاضي الاداري باعتبار ان اللي صدر امبارح ده قرار اداري واتمهر بخدمة النسر واتنشر في الجريده الرفاهيه الواقعيه المصريه. دي مساله خلافيه ما بين القانونيين وبعضيهم. يعني هل الجا القضاء الاداري ولا التسويه مركز التسويه والتحكيم؟ ده موضوع معيب بشكل يصعب على الشخص العادي ان هو يستوعب. مفيش تحكيم اجباري. مفيش في الدنيا كلها تحكيم اجباري. اجبرك على ان احنا اليومين ده موضوع تاني. ان انا اجبر حضرتك على النزاع بيني وبينك ان انا احتكم لواء البيت، دي ما حصلتش في قانون في دول العالم في التحكيم كله. ماشي، انما النهارده عشان يقول لي مركز التسويه والتحكيم اجباري وجبرا، لا، ده مركز التسويه والتحكيم اصلا في نص الماده 66 محدد، قال لك المنازعات الرياضيه. انا مش في منازعه رياضيه. انا مش في منازعه رياضيه خالص، ده انا في منازعه اداريه بامتياز. ماشي، ومع ذلك خليني هاخد وجهه النظر اللي انا ما بتبنهاش والجا لمركز التسويه والتحكيم. هو اصلا مش فاضي لحد تاني خالص. رئيس اللجنه الاولمبيه مش فاضي لحد خالص غير للنادي الاهلي. لحد النهارده ما اتعملش المركز، شكل مجلس اداره وخلي حد يروح يقول لي انا حطيت دعوه قدام مركز التسويه والتحكيم، لقيت هيئه بتستقبلني عشان تحكم فيها، ها، ودفعت رسومها 10 قروش. هل يا فندم النظام الاساسي مفيش مركز؟ لا مفيش مركز. انا بس عايز اسال مفيش مركز. فالمساله مش تعطيل للقانون وبس، والمساله راجل، يعني الراجل ده فاضي، الراجل ده فاضلنا من الاخر. يعني الراجل ده مفضي دماغه كلها من كل التزاماته، والالتزام الوحيد اللي عليه ان النادي الاهلي بالذات ما يعملهاش على يومين، بس نادي الزمالك يعملها على يومين. يعملها على يومين مفيش مشكله. طب نادي الزمالك يبعت له ماده 4 صفح في اللائحه ولا يبدا عليها سمة اعتراض زي الماده 76 بتاعت التوريث كده بتاعت الدستور القديم. 4 صفح نص ماده ولا سمة اعتراض ولا راجعها ولا شافها. والله انا ما بحبش اتدخل في الانديه الاخرى. انت بتقول مثال يعني. لا انا كل الاحترام طبعا لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك. لا انا بقول ايه؟ انا بقول ان في تعطيل للقانون بعدم تشكيل المركز لحد النهارده، يا دوبك اللي تشكل مجلس ادارته، ها، وفي كلب مكيالين. انا لا اقصد نادي الزمالك بعينه، انما انا بقول في كلب مكيالين. تمام، اهو تربص بنادي عشان اقول الراجل ده قاعد فضيلة انا. طب انت عايز تطبق القانون، انت كنت عملت مركز تسويه والتحكيم، كان زمان النهارده بقول اروح كده ولا اروح كده؟ اروح فين؟ اروح القضاء الاداري ولا اروح مركز تسويه والتحكيم؟ طبعا احنا عارفين احنا هنعمل ايه، وانا في حل ان انا اذكر احنا هنعمل ايه. احنا محددين. انت مش ناوي تقول لنا؟ لا الحقيقه مش الحقيقه مش هقول. لا تمام. لكن لا يعني في لقاء قادم اوعد حضرتك يعني ان كل التفاصيل تبقى قدامك، لكن احنا عارفين نفسنا هنعمل ايه. تمام. بس خلينا احنا مجموع القانونيين المختلفين. ناس بتقول اصل مفيش مانع ابدا الجا للاثنين. مفيش قضاء ابدا من اللجوء للاثنين. تمام، ما عنديش مانع ده. او لجوء للثلاثه بقى، او لحد ما داول القضيه واطلع بيها المحكمه الرياضيه. تمام، ما انا كل الخيارات مفتوحه قدامي. كل الخيارات مفتوحه قدامي، بس الفكره ان انا عايز اقول له عيب. حتى نص القرار اللي نشرته امبارح عيب. الناس مين وراه مين بيدفعه؟ لا انا مش مع كده. والله لو في حد وراه بيدفعه واللي هو بيعمله ما يطلع قرار امبارح. ده بيفترض ان النادي الاهلي مش موجود، مش جامعته العموميه بس. ده نص القرار اللي اتنشر امبارح بيقول النادي الاهلي اللي في 3 شارع صالح سليم في القرار يا بيه. اللي في 3 شارع صالح سليم بالجزيره، اللي شعاره اسود في احمر وشعاره النسر المنشور. ايه ده يا عم؟ هو في 15 نادي اهلي في مصر؟ عشان تبعت لي توصيف النادي الاهلي يعمل فيه باللائحه الاسترشاديه؟ حد شافك؟ انت مين يا عم انت؟ ده انت بتتكلم عن النادي الاهلي اللي نطقت اول 3 حروف خلاص الناس عرفت انت بتقول ايه. ده قرار، ده قرار عايز نحترمه؟ ده قرار يساوي الحبر اللي اتكتب بيه؟ فنهايه يا كابتن الراجل ده فاضلنا، لا فاضي يعمل مركز تحكيم ولا فاضي يراجع لوائح نوادي. طيب، ها، قبل ما اروح لوائل بيه، جزئيه مهمه جدا وهو جزء الوقت. نعم، يعني قبل نهايه السنه لازم يبقى في انتخابات خاصه زينا زي الانديه الاخرى والاتحادات اللي هتبقى موجوده. اصل حضرتك 30 نوفمبر 30 نوفمبر انا اسف. في انتخابات خاصه للنادي الاهلي لمجلس الاداره. ايه الوضع نفسه دلوقتي هيبقى عامل ازاي؟ اوعدك في خلال ايام قليله جدا
وبوعد جمهور النادي الاهلي وبوعد اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء مجلس الاداره وكل من كان انتمائه للنادي الاهلي ان في خلال ايام قليله جدا الازمه هتتحل بشكل مرضي لتلتين مصر جمهور النادي الاهلي جمهوره والاعضاء طبعا. ما انا بقول لحضرتك ما اصل رحمه الله عليه الاسطوره صالح سليم قال لك النادي الاهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه جمعية. هم شجعوه جماهير طبعا ماشي واللي حضر الجمعيه العموميه هم مش اكتر من نواب نواب عن جماهير النادي الاهلي من اقصاها الى اقصاها مظبوط فهيكون فيه اللي يرضيهم ان شاء الله ان شاء الله. سؤال يعني قبل ما انهي مع حضراتكم لان الوقت خلص يعني انت ايه اللي ناقص ممكن او احنا نوصله للجنه الاولمبيه وكل من يقف او متربص للنادي الاهلي لكل شخصيه بقى متربصه غير متربصه مسؤوله بره موقع المسؤوليه يعني اذا وصل هذا الموضوع معانا الى مش اخر العالم الى ما لاكثر من هم يتوقعون احنا لن نستسلم ولن نترك حقنا وكل مره بطلع مع حضرتك في برنامج بقول هذه الكلمه لن نستسلم لن نستسلم لن نستسلم انتوا مش هتكسروا النادي الاهلي قانون فوق دماغنا احترام كامل للقانون احترام كامل للاحكام بس زي ما انا بقول لحضرتك تاني هذه البدايه هذا البلاغ اللي بدعوا جميع اعضاء النادي الاهلي الغيورين على ناديهم وغيورين على 110 سنه الانضمام ليه هذه البدايه وهناك من الاجراءات الصاعقه اللي لسه جايه. لا يعني ما هو انا عايز برضو اكد حاجه لما هم بيبتدوا المشوار ده لازم يحترموا الناس اللي راحت الجمعيه لازم يحترموهم على الاقل ما بنقولش ان تطبق حاجه مخالفه خالص بس يبقى في قماشه نتكلم عليها انا مش شايف حاجه انا مش شايف يقول لي بطلان عشان خالفت كذا وعشان خالفت الماده كذا انما يقول لي ماده رابعه واجتماعا خاصا والمفروض ان انا اعمل ايه اسقف يعني ولا اقول له الله ينور عليك واعمل له تعظيم سلام دلاله لغويه مفيش دلاله لغويه ما اجتماعا خاصا هي دي سند البطلان وفقا ووفقا ايوه يعني انا عايزين قماشه نتكلم عليها ارجو ان لغه العقل ولغه المنطق ويا جماعه النادي الاهلي ده مؤسسه من مؤسسات الدوله اللي في قمه النجاح اللي لازم نحافظ عليها مظبوط اللي لازم ننميها هو احنا لازم نكسر كل حاجه حلوه في بلدنا هو احنا لازم نحط اصابعنا الكريمه في كل ما هو ناجح يا جماعه خلوا الدنيا تتقدم خلوا بلدنا تظهر خلوا بلدنا يعني تبقى تشم نفسها بلدنا عايزه هدوء عايزه تبقى في طريقها للتنميه وللتعمير وللاقتصاد والكلام ده كله زودوا ما تنقصوش صحيح التعنت والتربص ده غير موجود بقى في الفترات القادمه وده المهم زي ما بتتكلم كده يا استاذ وائل النادي الاهلي هو صانع البسمه دايما وصانع الابطال أيوة. وصانع يعني أيوة. حاجات كتير جدا لمصر وصانع تاريخ طبعاً. طبعا وصانع تاريخ لمصر طبعا من خلال الرياضه ومن خلال مواقف مهمه زي كنا بنتكلم من شويه على الدور المجتمعي للنادي الاهلي وقد ايه بيأثر على الناس بشكل كبير لان هم يبقوا موجودين في الدور المجتمعي من خلال طبعا مستشفيات من خلال حاجات كتير جدا ممكن من خلال النادي الاهلي بيعملها يعني ادوار وطنيه كانت موجوده وما زالت شغاله طبعا طريق. كل ده مهم جدا استاذ ابراهيم انا يعني بشكر حضرتك وجودك معانا اكيد يعني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وكل من يتربص بالنادي الاهلي هو ان شاء الله هيكون في الاخر ما دخلناش معركه وخسرناها الحمد لله من 110 سنه ان شاء الله ما حدش وقف في معركه قدام النادي الاهلي ان شاء الله وكسبها احنا ما بنتكلمش على اشخاص احنا بنتكلم على كيان كبير استاذ ابراهيم ما انا بقول النادي الاهلي مش قدام بالظبط انا بقول من 110 سنه لازم ما حدش دخل معركه بس لجمهورنا بنوضح لجماهيرنا ومشاهدينا طبعا استاذ وائل بشكرك شكرا جزيلا ببقى سعيد دايما ربنا يخليك وببقى سعيد بالتواجد معاك يا كابتن محمد حضرتك شخص جميل بتترك لينا المجال ان احنا نطلع كل اللي جوانا انا بس ما بقاش عايزك تزعل بس لا لا انا مش بزعل انا غيور طبعا كلنا غيور معلش يعني على 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 هذا الكيان وفي نفس الوقت ببقى يعني متضايق ان في حق
مش واضح بس مش عارف. اشكرك شكرا لك. في اقل من دقيقه يا كابتن. اتفضل. في اقل من دقيقه بس. فضل. انا عايش سريعا. احنا بنحترم القانون. وما زلنا مصممين على اعمال القانون، واكبر دليل على احترامنا للقانون على فكره احنا خصوم في قضيه الشيخ زايد. ايوه صح. مظبوط. ويجمعنا حب الاهلي واحترامنا للقانون. ايوه مظبوط. ده حقيقي. اشكرك شكرا جزيلا سؤال استاذ ابراهيم. اشكرك شكرا جزيلا. يعني كلامنا عن يعني خلاص لها استرشاديه، والنادي الاهلي زي ما قال الاستاذ ابراهيم الايام القليله القادمه ان شاء الله هيبقى فيه حاجه مفرحه لاعضاء الجمعيه العموميه وجمهور النادي الاهلي. احنا طبعا كلنا بعيد عن ان يبقى فيه زي ما بيقول استشكال او صدام موجود في الرياضه المصريه. النادي الاهلي زي ما بنقول نادي كبير، استقراره مهم جدا للرياضه المصريه، استقراره مهم جدا للفرق اللي موجوده. عايز تحصل على ابطال وبطولات لازم يبقى فيه استقرار، فبالتالي ان شاء الله يبقى حاله الاستقرار دي موجوده باستمرار في النادي الاهلي، ما فيش حد ابدا هيقدر يكسره يعني بامر الله. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا احمد ثابت، دكتور احمد ثابت، هنتكلم بقى على الدوري المصري بدايته من بكره بامر الله، الفرق اللي موجوده في الدوري الممتاز، صعود الفرق اللي صعدت للدوري الممتاز، ايه طموحاتهم، كلام كتير على الدوري الممتاز وبدايته غدا طبعا، ومباراه الاهلي امام طلائع الجيش يوم الاحد، كلام برده كتير عليها، واستعدادات النادي الاهلي والصفقات اللي موجوده داخل النادي الاهلي في الفتره القادمه بامر الله، ايه دورها بامر الله في هذه البطوله. فاصل سريع وارجع استقبل احمد صفيق.